شهدت مصر طابة عبر معركة قانونية لا تقل أهمية عن المعارك العسكرية. فلم يكن النصر الذي حققته مصر بعد 3 سنوات من الصراع المبني في ساحة التحكيم الدولي من أجل استعادة أرضها أقل شأن من نصرها العسكري الذي تحقق قبل ذلك في أكتوبر عام 1973. فقد كان نصرا تاريخيا للدبلوماسية المصرية والتفوق الحضاري المصري المستند على حقائق التاريخ والجغرافيا ونصوص الوثائق والمستندات وأقوال الشهود المصريين والأجانب الموثوق بشهادتهم. وقد صنع كل ذلك فريق مصري رائع تصدى للمعركة بحس وطني وشعور بالمسؤولية يدعمها خبرة وعلم ومنهجية مدروسة ومخططة. وفي الحقيقة فإن الاختيار الموفق لفريق الدفاع عن مصر كان هو أول خطوة على طريق النصر في هذه القضية والتي أطلق عليها قضية العصر. فقد اختار الرئيس مع متكاملة من الشخصيات والخبراء على المستوى الدولي في النواحي الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والعسكرية، فضم الفريق من وزراء الخارجية كل من السفير دكتور نبيل العربي والسفير أحمد ماهر ومن القانونيين كل من الدكاترة والمستشارين وحيد رأفت وطلعت الغنوني وأحمد الشقيري ومفيد شهاب وصلاح عامر وغيرهم. وتطوع بالشهادة 3 ضباط يوغوسلاف بقوة الطور الدولية، كما قدمت مصر شهود لإثبات